أنا ما كان لازم أقرأ هالرسالة، بس كانت بلا ظرف وقريتها. ليك خالو، أنا فهمان عليك ومقدر يلي عملته. صح وجهات نظرنا ما بتتوافق أحيانا، بس أنا واثق فيك إنك ما بتاخد قرارات غلط أبدا. بس قبل ما أروح حبيت ألتقي فيك للمرة الأخيرة، بس هالشي ما صار أبدا. أنا بدي أقول لك إني كتير بحترمك، وأنت شخص عمل معي شغلات منيحة. أما مهاري، هالمكان يلي ما بتلاقي فيه أي بشر، هو مكان فتت فيه على حياتي مثل الملاك. أنا رح ضل أتذكرك طول حياتي سوسن. نصل على المدينة. بطاقات بطاقات بطاقات. لوين بدك تروح؟ على دلهي. يلا بطاقات، طلعوا البطاقات. وانتوا لوين رايحين؟ لك شبكي عم بسألك لوين رايحين؟ دلهي، بدي روح على دلهي.